من الواضح أن إدارة ترامب الآن في الأيام القليلة جدا المتبقية لترامب في السلطة لديها على الطاولة كل الاحتمالات مفتوحة. الرئيس ترامب يريد أن يؤكد على أن سياسة الضغوطات القصوى على إيران، والتي طبعا أيضا أدت إلى خسائر طالت الميليشيات المقربة من إيران، نجحت ولم تؤدي مثل ما كان تعتقد مثلا إدارة أوباما إلى قيام حرب هائلة في المنطقة من قبل إيران، لأن الرئيس ترامب ومسؤوليه يعتقدون أن إيران هنا قدراتها كانت يعني تعرت أمام العالم كله، يعني مقتل سليماني والمهندس الذي جاء أيضا ردا على استفزازات إيرانية، رأينا أن إيران تحذر كثيرا في كيف ترد على هذا الموضوع. أيضا بالنسبة لمقتل العالم الإيراني مؤخرا، الولايات المتحدة تشعر بأن إيران ضعيفة جدا، أضعف من أن تقوم برد واسع وكبير، وإذا ما ردت الرئيس ترامب سيكون مستعد لأن يقوم بضربات قوية سواء تجاه إيران أو الميليشيات المتواجدة داخل الأراضي العراقية. وهنا لابد أن أذكر أنه كان هناك تهيئة سياسية أيضا للقيام بمثل هذه التحركات في الكونغرس الأمريكي، أيدها أيضا ديمقراطيون ليس فقط الحزب الجمهوري، وكانت تقول أنه يجب أن يكون هناك عقوبات واستهداف لمنظمة بدر المقربة من إيران المتواجدة في العراق. وبالتالي يعني الإدارة في الأشهر الأخيرة صاغت كل هذه التهيئة السياسية والعسكرية لتقوم بالرد إذا ما كان هناك فعلا اعتداء على إيران. تريد أن تمرر إدارة ترامب هذه الأيام باستمرارها بإجبار إيران على أن لا تقوم بتحرك واسع اعتدائي وانتقامي.